مدارس آيات خلت من تلاوتي، مدارس آيات خلت من تلاوتي. يقول الراوي أن الإمام الرضا كان إذا هل هلال المحرم ينصب الخيام والستار ويدعو الشعراء ليبكون على يبكوا على الحسين. فيوم التقى بدعبل ابن علي الخزاعي وقال: يا دعبل اسمعني شيئا بالحسين. فقام الامام وضرب سترا لنسائه اجلسهن خلف الستر وجلس مع الرجال وقال: يا دعبل اسمعني. فراح دعبل يقرا: مدارس آيات خلت من تلاوة ومهبط وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات يا ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرضي فلا آتي. يقول دعبل: سمعت امرأة من خلف الستار تنادي وولدا وحسينا. يقول: قلت: سيدي من هذه الامرأة؟ من هاي تصيح على ولدها؟ تذكرت ولدها. قال: يا دعبل لا عليك، هذه جدتي فاطمة. اي والله حاضرة حاضرة كأني بها حاضرة يا وهي تنادي: من الوالدة من الوالدة من الوالدة يا حسين يا بني. تصور الزهراء في مجلسنا، يا ريت سيدتي تمرين مرور على مجلسنا، عندنا حوائج عندنا مرضى. سيدتي والله ما أصعد المنبر في أي مكان إلا ويجون الشباب والأمهات والأخوات والآباء. سيدنا عندنا حاجة. سيدتي أنت صاحبة العزاء، أين أنت أيتها النساء؟ إذا سمعتن امرأة بينكن تنادي وولدا وحسينا فاعلموا أن فاطمة قد حضرت. ولمن الوالدة والقلب له فان ودور عزبني وين ما جاب آيات خلت من تلاوتي ومن في رواية.